مش احنا اللي اخترنا المشاهد دي عشان نقول، ولكن عدد كبير جدا من الناس على التواصل الاجتماعي شيروا الفيديوهات دي بعناوين بعناوين. يعني الفيديو الاخير ده كان بعنوان مرسي مش راجع، اللي قبله من ارض النفاق في نفس المعنى. فده رد فعل الناس على حالة التغييب الكاملة اللي مارسها جماعة الاخوان المسلمين على الشعب المصري. لان انا عايز افكركم، يعني هنا نحن نقوم على إنعاش الذاكرة الوطنية بالجرم الذي ارتكبته هذه الجماعة، مش الجرم على مستوى الفعل انهم قتلوا الناس، ولكن على انهم عبثوا بعقول الناس وغيبوهم، وتم ده باسم ربنا، تم ده باسم الإسلام. ولذلك المعركة الآن معركة، رغم انه في حرب على الارض. انا بقول لحضراتكم ان في واقعة النهاردة يمكن يكشف عنها بعد شوية، لكن معركة فكرية من الطراز الأول. الناس دي عاوزين يخطفوا عقل المصريين. ولذا أنا أفكر حضراتكم مثلا بواحد أنا ما أعرفش يقابل ربنا إزاي، والله ما أعرف، وأعتقد ما أعرفش أنتوا هتقولوا إيه عن اللي أنتوا هتسمعوه الوقت ده. وروني كده يا جماعة الرؤية بقى مفاده ده، يعني رؤية إن شاء الله نحسبه على رؤية حق إن شاء الله. من رآها أنه رأى مجلسا فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرئيس محمد مرسي والحضور، وحان وقت الصلاة فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يصلي بكم الرئيس محمد مرسي. رؤية إن شاء الله رؤية خير يجده وشر الرسول. الرؤية الثانية كانت تسبق الرؤية، يعني إن في مشهد صاحب الرؤية شاهد صحراء فيها 50 جمل في عيال صغيرين بيلعبوا في الرمل، وجاع الشباب وعطش والإبل عطشت وجاعت، وكان الفزع وكان الالتجاء إلى الله عز وجل. صاحب الرؤيا ومن معه يلجؤون إلى الله. مع اشتداد الاستغاثة بالله انفلقت الأرض وخرج منها ساقية ارتفاعها 10 أدوار تقلب الأرض، ويخرج الماء والطعام، وتأكل الإبل وتشرب وتتكاثر حتى بلغت الخافقين، والشباب يطعم ويشرب. وسمعوا صوتا ارعوا إبل الرئيس محمد مرسي، ثم صوت آخر بلغوا الرئيس محمد مرسي هذه الرؤية. وشفت الأخ اللي بلغه رسالة وقال له وأنا ببلغك الرسالة بتاعت هذه الرؤية، هذه رؤية مباركة. رسالة فيها الدكتور عبد العزيز سويلم أيضا، ده من الناس الصالحين، شاهد رؤيا تكلم فيها عن حمام أسود، ولكن في النهاية الحمام الأسود يتساقط، وبعدين 8 حمامات خضراء على الكتف الأيمن فوق بعضهم على كتف الرئيس محمد مرسي. فأولها بأنه سيكمل المدتين إن شاء الله، ويتحول حالنا الأرض الخضراء في عهد الرئيس محمد مرسي إن شاء الله. بس ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم. يعني